موجز لأهم الأخبار من النبأ، أهلا بكم. اعتبرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن ما يتعرض له أهالي منطقة جنفودا جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. الباحث في منظمة التضامن أحمد عقيلي قال للنبأ إن المنظمة تتوقع إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اتهام ضد قيادة الكرامة ومرتكبي جرائم جنفودا لما تم رصده من وقائع وإثباتات، في حين تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية معنية اعتبرت خليفة حفتر مجرم حرب لما ارتكبته ميليشياته من جرائم في بنغازي ودرنا. طلبت منظمة هومان رايتس واتش ما وصفتها بقوات الجيش السماح للمدنيين في جنفودا بالخروج الآمن. المنظمة في تقرير لها وثقت مقتل أفراد من 6 عائلات بغارة جوية أو بغارات جوية على جنفودا، مستنكرة في الوقت ذاته الحصار المفروض على المدنيين في جنفودا وإجبار الأمهات على ترك أولادهم للبقاء على قيد الحياة. كما أدان التقرير معاملة الرجال والأطفال من المدنيين على أساس أنهم مقاتلون، موثقة في الوقت ذاته توزيع مجلس شورى بنغازي مواد غذائية كانت تصل عبر البحر إلى المنطقة قبل فرض الحصار البحري. قال مصدر من داخل منطقة جنفودا السكنية إن المنطقة تتعرض منذ 4 أيام لقصف عشوائي وتحليق مكثف للطائرات الحربية. المصدر في اتصال مع النبأ أوضح أن عملية القصف العشوائي أدت إلى مقتل أحد العمالة الوافدة وإصابة آخرين بجروح، مشيرا إلى أن أحد المواطنين العالقين استشهد وهو الآخر متأثرا بجروحه بسبب انعدام الخدمات الطبية وعدم توفير الأدوية اللازمة، في حين تجدر الإشارة إلى أن هذا الشهيد رب العائلة التي استشهد عدد من أبنائها ووالدتهم الأيام الماضية. أفاد مصدر للنبأ باستشهاد 2 من مقاتلي عملية البنيان المرصوص وجرح 4 آخرين الأربعاء. المصدر قال إن الشهداء والجرحى سقطوا في تقدم قوات العملية نحو منازل أخرى في حي الجيزة البحرية بعد أن تغلغلت القوات في وقت سابق في المنطقة، في حين تجدر الإشارة إلى أن حي الجيزة يعد المعقل الأخير لمجموعات تنظيم الدولة في المدينة بعد سيطرة قوات البنيان على كامل المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.